مرحبا، نقدم لكم اليوم جدول الجمل، وهو عبارة عن جدول يساعد تلاميذ السنة الأولى في تكوين جمل. جدول كون الكلمات يقدم للتلميذ في أي اتجاه يمكن للتلميذ أن يكون جملة. رباب تلعب مع القطة الصغيرة، رباب تلعب مع القطة الصغيرة، رباب تلعب مع السلحفاة الصغيرة، رباب تلعب مع السلحفاة الصغيرة. إذا ثم سنتدرج من جدول إلى جدول وتكون الصعوبة أكثر.